السلام عليكم. الله يرزقكم الخير ويرزقكم الإيجاب كله ويرزقكم بالإيجابيين الناس الملتزمين ويساعدكم في حياتكم ويملأ أيامكم بركة. معرفش كده حابة أدعي لكم، ولما حد بيدعي لحد الملايكة بتأمن وتقول له ولك المثل، فأنا بدعي لكم كلكم ربنا يا حبايبي يرزقكم كل الخير. والفقرة الأولى بقى فقرة حضراتكم بتستنوها وأنا كمان بستناها الحقيقة، والتليفونات بتبقى ضرب نار، فأنا بقول لكم الفقرة ليها زمن محدد وحيخلص، فحيسامحوني بقى أخواتنا اللي ما بيلحقوش يتواصلوا معنا، لأن معايا الجميلة مفسرة الأحلام الأستاذة أمل يوسف. يا أمل إزيك يا حبيبتي؟ الحمد لله. إزيك أنت يا حبيبتي؟ إيه القمر ده؟ أنت القمر والله. وإيه اللون الحلو ده؟ أنا بعشق اللون اللي أنت لابساه. حبيبتي ربنا يحفظك يا حبيبتي. تسلمي لي يا روحي. طيب يا أمولة بقى، الأيام دي بنشوف أخبار كتير مزعجة، الله يلطف بأهالينا في غزة. آمين. يا رب يا رب، وينجيهم وينصرهم. آمين. من كتر الأهوال اللي بنشوفها عقلنا الباطن بيخزن كل الدمار وكل الانفجارات وكأنها نهاية العالم. أحيانا بنحس إن إيه ده؟ ده ولا يوم القيامة. دلالات رؤية كل العنف وكل التفجيرات وكل الأحداث اللي تشبه يوم القيامة من وجهة نظرنا، دلالات رؤيتها إيه في الأحلام؟ وهل تختلف الدلالة من بنوتة مثلا بتشوف الرؤية الحلم ده مش رؤية طبعا يعني، أو ست متزوجة أو رجل؟ حقيقي بتختلف. يعني مثلا لو جولي اتنين، واحدة متزوجة وواحدة بنت وحلموا نفس الحلم، المتزوجة أول حاجة هقولها لها ممكن تكون عندها مشكلة مع جوزها، لكن البنت مش كده، فهيكون في حاجات تانية. من دلالات رؤية يوم القيامة في حاجتين، شق نفسي وشق في الحدث اللي حاصل في حياتنا، اللي هو مثلا من يوم القيامة يعني انتهاء الحياة. أيوه. من دلالتها أحيانا أن يكون في انفصال أو طلاق أو مشكلة كبيرة مع أهلك أو حبايبك، يعني في فراق في بعد. والشق النفسي فيها ان الانسان لما بيحلم بكده كان ربنا بيقول له فوق، انت مش مخلد في الدنيا دي، يعني فهو نفس لوامه رسالة. ممكن تبقى رساله وممكن تبقى نفس لوامه، حاسس بتانيب الضمير ان هو مقصر، فبتجيله الرؤيه دي او بتجيله المشهد ده عشان يبتدي بقى يتعبد ويلتزم ويبقى يغير مسار حياته، ان ما فيش رجوع خلاص، هو شاف نفسه هيموت وبعدين لقى نفسه لا ما يعني صحي لقى نفسه عايش، فبيبقى خلاص هو ايه بيبتدي يغير مسارات حياته للافضل. فهي الشق النفسي ده والديني مهم جدا في احداث يوم القيامه. لكن للمتزوجه الزلازل غير طيبه، وقوع البيوت غير طيبه، خراب الدنيا ده ممكن يبقى يخص الحياه الزوجيه، وللرجل ممكن الحياه الزوجيه وممكن في شغله كمان. وللبنت ممكن يكون بيتها واهلها او دراستها او حاجات تانية أخرى يعني. تمام. طيب إيه الحاجات اللي ممكن نشوفها لو شفنا رؤية يعني أو حلم بدايته هلاك ونهايته نجاة؟ حلو جدا. يعني في وسط ده وأنا في وسط الـ 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 الصعوبات دي في نفس الحلم في نهايته إن أنا لقيت طريق ممهد أمشي فيه، لقيت طريق أخضر أمشي فيه، دلالات الرؤية لو مكتملة بخير أو لو أنا صحيت على نفس الكابوس. طبعا لما بتشوفي رؤية أو تشوفي حاجة في أخرها حاجة طيبة، دلالة على أنك أنت هتمر بشوية أمور صعبة لكن ربنا هينجيكي. خلاص أنت جات لك رسالة كاملة خلاص. أحيانا الواحد بيصحى وما كملش الرؤية فبيبقى مرعوب، تمام، ما اقدرش ان انا افتي واقول له لا هتبقى كذا، بس انا لكل اللي بقوله انك انت مثلا لو شفت حاجه مخيفه بهذا الحجم انك انت تتقرب لربنا، تطلع صدقه بنيه دفع البلاء والاذى، انك انت تطلب من ربنا ان هو يبعد عنك الاذى. يا رب يا رب. طب احنا هو التليفونات ابتدت تنهال. واحده واحده بقى، معانا ام رفان من البحيره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله تمام والله. اتفضلي تحت امرك الاستاذه امل يوسف، معاكي لو عايزه تفسري اي يعني رؤيه ان شاء الله خير. ايوه عايزه افسر. اتفضلي.
اتفضلي. لو سمحتي يا دكتوره، انا حلمت النهارده ان شعري بيوجع بطريقه غبيه خالص، يعني كان بيوجع يعني كميات كده. تمام. انا حامل ومعايا بنتين. ربنا يرزقك الخير يا حبيبتي. بصي يا حبيبتي، الشعر مشاعر واموال وامور صحيه. مشاعر يعني علاقتك بجوزك، يعني ممكن تكون في مشكلة أو في حاجة كده لا قدر الله. أموال يعني ممكن هتكوني الفترة دي بتخسري بعض الفلوس، بتصرفي بكمية، أوكي، أو خسرتي مبلغ. وصحة يعني ممكن يكون عندك نقص فيتامينات بسبب الحمل دلوقتي، محتاجة أنك أنت تهتمي بصحتك. ما فيش حاجة بتخوف قوي، بس أنا عايزاكي تهتمي بصحتك، ولو أنت عمالة تصرفي أو عندك يعني قللي شوية، لأن هو ده ما فيش حاجة بتخوف يعني. إن شاء الله خير يا حبيبتي، ما تقلقيش. معانا ام فريده من الفيوم. يا ام فريده ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا جميله، اتفضلي. عندك رؤيه بس وطي تلفزيون من فضلك. ماشي، اتفضلي. حضرتك حضرتك ان في فيضان كانه بركان نار كده، فيضان كانه بركان كلها. ايوه، وانا بطلع على الحته العاليه فيها وناس برضو كتيره بتطلع. وشايله بنتي معايا، بس جوزي كانه في بلد تاني او مكان تاني. تمام. هي حلمت كانها في بركان او فيضانات ودنيا صعب جدا زي اللي احنا كنا بنقول عليه في الاول، وهي طلعت في مكان عالي جدا وشايله بنتها على ايديها، وهي وناس كتير بيطلعوا يعني عشان ينجوا، وما لقيتش جوزها لان جوزها في بلد تانية خالص. فهي كانت لوحدها. اوكي، دي ازمه هتطلع منها ان شاء الله، ممكن تكون في وسط الناس بتوعها، لكن ليها نجاه زي ما انت كنت بتقولي. لو في الاخر حاجه حلوه، هي دي الحاجه الحلوه، ان في نجاه. جوزها بعيد يمكن، لان هو فعلا ممكن يكون بعيد في الحقيقه. اوكي، او يمكن هو مثلا مش شايل مسؤوليه كبيره فهي ما شافتوش، لكن انها واخده ولادها وشايلاهم وطالعه بيهم، يعني نجاه من امر قد يكون في مسبب لها مشاكل في المكان. أيوة. او امر مادي هتنجو من ان هو تخسره. والله ربنا ينجيك يا حبيبتي. معانا رودينا من اسكندريه. يا رودينا. ايوه ده من نشوى. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك يا حلوه، عامله ايه؟ تمام الحمد لله. واسكندريه عامله ايه؟ تمام الحمد لله. بقى في مطر ولا لسه؟ لا، في. الله، بحب اسكندريه في الشتاء قوي. اتفضلي، منورينا حضرتك في اي وقت. الله يخليكي، منوره باهلها يا حبيبتي. انا على طول بحلم، انا متزوجه وعندي بنت وولد، على طول بحلم ان موج البحر عالي بيتكرر معايا على طول، بس انا ببعيد عنه، وساعات بقدر اهرب بعيالي. وساعات ايه؟ بهرب بعيالي، بعرف اهرب بعيالي. تمام. هي دلوقتي بتحلم البحر دايما موجه عالي ويخوف، هي بتقدر تهرب بعيالها، بس هي اساسا ساكنه بعيد جدا عن البحر. ملوش دعوه بالبحر، هو لان الحياه دلوقتي بتواجهها فيها صعوبات. عندها صعوبات في الحياه وفي الرزق، لان البحر ممكن برضو يكون الرزق. فهي عندها موج عالي، يعني عندها الدنيا مش لطيفه اليومين دول. كونها بتعرف تهرب بولادها وتبعد عن الـ 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 هي بتاخد ولادها تنجى بيهم يعني. اوكي، برضه نفس الفكره، مشكلتها لو متزوجه يعني هيكون في ليها امان، وكمان الامور الماديه برضه هيكون ليها امان برضه. تمام. طب احنا معانا دلوقتي من القاهره حنان. حنان، يا حنان ازيك يا حلوه؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا حبيبتي، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك انا حلمت. خير. أنا مطلقة. تمام. ونايمة وحاسة في الحلم اللي أنا صحيت ولقيت طليقي نايم على السرير هو وعيالي، ورحت أنا صحيت كده بقول له أنت إيه اللي جابك هنا؟ وعمالة أبص على باب الشقة، إيه اللي جابك هنا؟ إيه اللي جابك هنا؟ المهم بقول له يلا اطلع بره. راح هو باصص لي كده، راح مطلع لي مفتاح في ميدالية سودا. مفتاح في ميدالية سودا. تمام. بس تحيط بقى منين؟ انت قاعده مع اهلك ولا لوحدك في شقه لوحدك؟ لا قاعده في شقه لوحدي. ولقيتي طليقك على السرير نايم معاكي؟ لا نايم في السرير، انا في اوضه الاطفال، هو في السرير التاني مع عيالي. هو لسه بيتدخل في حياتك كتير مش كده؟ لا لا، انا ما اعرفش عنه حاجه. ما تعرفيش عنه حاجه؟ لا. طيب. هو دلوقتي واخد عيالي يعني قاعدين معاه شويه.
هو اخد ولادك قاعدين عنده في بيته هو؟ شويه. تمام. جالك حد تاني ولا انت متزوجه دلوقتي؟ لا لا لا. مفيش حد تقدم لك؟ لا. طب مفتاح الاسود اللي كان زوجك ورهولك بالميداليه بالميداليه؟ لا. انا بقول له هات مفتاح الشقه، انت ايه اللي جابه لك؟ انت خدته منين؟ انا خدته منه المفتاح. بقى رحت صحيت من النوم. خدتي منه المفتاح وصحيتي من النوم. هل في خلاف بينكم على العقار او على مبلغ مالي؟ تمام. طالما خدتي المفتاح يبقى هتنتصري. خير يا حبيبتي، وربنا يهدي الاحوال. طالما بينكم ولاد خلوا الحياه طيبه عشان الولاد، يعني بعد اذنك يا حبيبتي. معانا اسماء من الدقهليه. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا اسماء؟ ازيك حضرتك يا استاذه ناشف؟ ازيك يا حبيبتي، اتفضلي. الله يبارك لك يا رب. اتفضلي يا نور عيني. ازيك يا استاذه؟ اتفضلي. بقول لحضرتك انا عندي حلمين. اتفضلي. الحلم الاولاني، انا في الحقيقه والدي متوفي. الله يرحمه. يا رب. حلمت ان هو انا في بيت العيله، في بيت بابايا، يعني ان انا ساكنه فوق. انا مش ساكنه فوق في الحقيقه. انت في الحقيقه ساكنه لوحدك بره. بس انت حلمتي انك ساكنه في بيت والدك فوق. ان انا ساكنه فوقه وهو ساكن في الشقه اللي تحت، هو في التالت وانا في الرابع. ايوه. فالمهم انا كنت عنده بخلص له حاجه البيت ومش عارفه ايه، قام قال لي انزلي هنا تعالي. قلت له خير يا بابا؟ قام قال لي هات الصابونه اللي انت خدتيها. قلت له والله يا بابا انا اسماء، انا ما باخدش حاجه مش بتاعتي، وانت عارف انا اسماء، يعني بوضح له الصوره انا مين. ايوه. قام قال لي لا انت اخذتيها وعايز ايه ان يضربني. قمت جريت في الشارع. جريتي من والدك؟ وقعدت اعيط. جريت في الشارع وقعدت اعيط، فطلعت يعني بعدت كده شارع عن بيتنا. أيوة. لقيت ابني جاي بيجري ورايا بالعجله بيقول لي يا ماما ارجعي عشان خاطري. قلت له ربنا ياخدني من وش جدك في هذا الاسبوع علشان ارتاح. قام قال لي عشان خاطري يا ماما ارجعي بالله عليك. المهم رجعت لقيت بابا مستنيني في الشارع بيقول لي انا اسف انا لقيتها، يعني ان انا ظلمتك ما تزعليش. تمام. وراح وراح ايه؟ راح ايه؟ راح ايه؟ دي الحته دي مهمه. اما انا شايفه وشها عمال يتغير طول ما انت بتتكلمي. طيب كنت محتاجه اسالها. طب الخط قطع واحنا محتاجين نروح بريك، هل ينفع نجاوب عليها بعد ال ممكن وهنحاول نتصل بيها يا رب يعني نعرف. نطلع بريك ونرجع تاني نكمل كلامنا مع الأستاذة أمل يوسف. رجعنا لكم تاني وهنجاوب كده على قد ما نقدر لان المعلومات مش كامله عند استاذه امل، بس هناخد المكالمه دي بعد اذنك يا امل. اتفضلي. ملك منين؟ الو من القاهره. اهلا اهلا. ايوه ازيك يا طنط ناس؟ عامله ايه؟ ازيك يا اموره؟ انت صوتك حلو قوي حبيبتي، ربنا يخليكي. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 14. اسم الله، صغنطوط خالص، ربنا يحفظك ويحميك يا رب. ربنا يخليكي. اتفضلي الاستاذه امل معاكي لو عندك اي رؤيه او حلم عايزه تفسريهم. ايوه. انا دايما بحلم ان انا واختي نايمين في التراب. بتحلم هي واختها نايمين في التراب، اختها الكبيره. تمام. بس كده؟ بس كده؟ حاضر يا حبيبتي. اطمني. انت بتخافي اصلا يعني؟ ايه؟ بتخافي؟ لا. طيب الظروف المادية عندكم شوية صعبة الفترة دي؟ لا الحمد لله. الحمد لله. ممكن يكون مجرد كابوس، ما فيش حاجة تخوف. يعني صغنونة كمان. لا ما تخافيش، ما دلالات يعني، مجرد كابوس. كابوس كده تبقي مثلا متفرجة على فيلم رعب قبل ما تنامي، اختك مثلا خدت منك الحلويات او حاجات حلوة بتاعتك. تقليها مامتها معاهم. او نادى ضربتك مثلا. مامتك معاكو؟ مامتها موجودة. موجودة؟ ربنا يديها الصحة والعافية. طيب اختنا بقى الزميلة اللي سألت سؤال ان والدها كان زعلان منها، هي ساكنة فوق وهي تحت، فبيقول لها انزلي وهاتي لي الصابونة بتاعتي اللي انت خدتيها، وهربت منه، فابنها قعد يتحايل عليه انها ترجع. لقى باباها واقف في الشارع التاني قال لها انا اسف انا لقيت الحاجة اللي كانت ضايعة مني وما تزعليش مني. اتهمت بأمر مش مظبوط. هي بريئه منه. ممكن يكون في خناقه على ورث، ممكن تكون بينها وبين جوزها. عشان كده انا كنت عايزه اسالها.
طالما ابنها دخل في الموضوع، ابنها دلالة على مشكلة مادية هي بتعاني منها في حياتها الزوجية. حياتها متقلبة زي العجلة اللي ابنها كان راكبها. دي الحياة عندها مش مظبوطة، ممكن ماديا لأنها مش عربية، عجلة يعني، أمور على القد. وهي في مشكلة ممكن بينها وبين أخوها الثالث، أوكي ممكن يكونوا أربع إخوة أو أكتر، واتهموها بأمر وهي بريئة منه، أو برضو مع جوزها الله أعلم. خير، بس خير إن شاء الله، ربنا ينجيكي من أي شر. طالما اعتذر لها في الآخر هتبين الدنيا يعني وتظبط. معنا سمر من القاهرة. يا سمر، يا سمر حلوة، مش سمر، مش سمر حلوة برضو، بس بس هي مش معانا يعني. مع عايزين بقى زميل فاضل بقى، ولد يعني راجل من ولاد البلد الحلوين، أستاذ ممدوح. أستاذ ممدوح، أيوة. يا أهلا يا أهلا. ازيك يا أستاذة نشوى؟ ازاي حضرتك؟ ازيك يا أستاذة نشوى؟ ازيك يا حبيبي، أهلا وسهلا. أنا وحضرتك طيبة، بس الكل وأنت طيب يا حبيبي، ربنا يكرمك. محرومين من أعمالك الجميلة وال ادعي لي طيب يا أستاذ ممدوح، والأفلام الجميلة أوي. ادعي لي يا حبيبي، ربنا يكرمك، اتفضل. الله الله يكرمك يا أستاذ الكل، اتفضل يا حبيبي. بقول لحضرتك اللي أنا مراتي حلمت إن أنا دخلت دخلتها التراب وقعدت وقعدت ايه حبيبي؟ انا دخلتها التراب وهي قايمه بتعيط يعني. خير، مش عارف انا اقول لها مش بكرهك يعني. لا ربنا يخليها لك، ده هي ست الكل. هي ربنا يكرمك ويخليك ليها يا حبيبي، يا رب يخليكم لبعض. ربنا ما بس تلاقيك انت بتنكد عليها ولا حاجه؟ ده انا روحي فيها والله. يا رب يخليكم لبعض. الله والله روحي فيها يا مدام نشوى، ربنا يسعدك يا حبيبي. يا رب ام رجالتي واولادي، ربنا يخليها، يبارك لكم في ولادكم ويفرحكم بيهم يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب. طب هي دلوقتي مراته قلقانه لانها حلمت ان هو دخلها التراب. طيب حلو، ايه المشكله؟ مفيش مشكله في التراب. ما هي التراب دي ممكن تكون بالنسبه لها بيت استقرار، الجواز، ان هو مدخلها التراب يعني محافظ عليها. ممكن ده تفسير، اوكي. والتفسير الثاني ان هو احيانا يمكن شويه الامور بتبقى مزنقه ماديا، فيعني شويه يعني ماديا تبقى. لا بس هي واضح انها ست قمر واصيله طالما جوزها بيحبها قوي، وهي مش معترضه، هي دخلت معاه. دخلت، بتحبه. اما واضح انهم بيحبوا بعض، ربنا يساعدكم يا استاذ يا رب. من الحاجات العجيبه في التفسير ان التراب ممكن تكون زواج، يعني بتقولي مثلا حتى البنت اللي عندها 14 سنه لو كانت اكبر شويه كنت اقول لها زواج، او يمكن زواج لاختها طالما دخلت هي واختها. ممكن. خير خير. معانا الاستاذ رضا. ايوه حبيبتي، ازيك الاستاذه رضا؟ اهلا. أيوة. وسهلا يا حبيبتي، اتفضلي. انا معاكي رضا من الشرقيه. يا اهلا وسهلا بيكي وبكل حبايبنا اللي في الشرقيه. ازيك يا حبيبتي؟ ازيك، ده انت اللي حبيبتي والله. الله يخليك يا رب يا حبيبتي. معلش بعدين لك سؤال بس. اتفضلي اتفضلي الاستاذه امل معاكي، اتفضلي. ازيك ازيك يا حبيبتي؟ الله يخليكي، اهلا وسهلا. والله انا عندي بنتي كبيره، حلمت لها حلم غريب صراحه. اول يعني ما قمت من النوم استغربت منه. اتفضلي. ان حلمت لها بجواب، جواب ورقه كده متطبقه تطبيقه غريبه يمين في شمال كده، يعني عكس بعضيها، حاجه غريبه خالص. وبعدين الحلم دوت استغربت منه يعني ان يعني هي جاي لها جواب متطبق بطريقه غريبه. يعني التطبيقه بتاعتها عكس بعضيها، يمين في شمال. يمين في شمال، يمين في شمال. يعني ايه طريقه الجواب ديت؟ يعني الله اكبر، يعني استغربت منه. بس عايزه يعني تفسير الحلم ده ايه؟ الجواب ده. طب لو عندك استني عشان امل ممكن تسالك سؤال. ماشي. عرفتي محتوى الرساله ايه في الحلم؟ قريتي حاجه كان مكتوبه بخط ازرق، بخط احمر، بخط اسود؟ لا الكلام بالعكس. بالعكس طريقه الكلام. طريقه الكلام جايه بالعكس. ماشي، اللون كان ايه؟ ما بت... الله اعلم ده مش مركزه. بنتك مش... متزوجه ولا عازبه؟ لا عازبه، بنت. معاها كليه. هل هي اتخطبت وما حصلش نصيب قبل كده؟ كان في حد جالها وقرا فاتحه وهي ما كانتش موافقه عليه، ما اتفقوش عليه ما اتفقوش خالص. ممكن هو ده يا حبيبتي، مفيش حاجه تخوف ابدا. حاجه يعني لا مفيش حاجه، لا مفيش حاجه تخوف، حاجه ما اتفقوش مع بعض. اصل هي جايه لها
رساله باسمها. ما انا فاهمه. فالام ممكن تكون متخيله انها والعياذ بالله عمل حاجه. لا لا مش عمل. لا لا لما ده قصدي ان لا قدر الله يكون حد عمل. لا قدر الله. لا يا حبيبتي لا ابدا ابدا، هو بس عدم توافق. الله يطمنك وربنا يعزك يا رب. الله يخليك. ودايما ودايما حصنيها يا حبيبتي بالمعوذات، وهي تحصن نفسها كده بالمعوذات على طول واذكار الصبح وبالليل، فان شاء الله ما فيش حاجه بعد الشر شر ابدا يجي لها يعني ان شاء الله يا حبيبتي. معايا ميادة. ميادة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ ازيك يا حلوة؟ الحمد لله بخير. اتفضلي. الحمد ربنا. بس حضرتك انا متزوجة ومعايا ولد وبنت. يا ربنا يبارك. ربنا يخليك. انا حلمت حلم اني وصحيت منه بعد صلاة الفجر يعني والنهار طالع. تمام. ان انا شفت ناس قدامي النص وشهم زي في تشوهات وعينيهم مدوره مش العين اللي هي المرسومه العاديه. واقفين بيبصوا عليا بطريقه غريبه بس مش بيتكلموا، وانا عماله اقول لهم انا مش خايفه منكم، انا مش خايفه انا مش خايفه. فقريت قل اعوذ برب الفلق 3 مرات في الحلم. في الحلم ما شاء الله. وصحيت من النوم على صوتي وانا بقرا القران بقول ايه من شر حسد اذا حسد، من شر حسد اذا حسد، وانا بصحى من النوم صحيت على صوت القران وانا بقوله. اسم الله عليكي ما شاء الله خير ان شاء الله يا حبيبتي ما تقلقيش. معلش وفي حلم تاني. اتفضلي بسرعه يا حبيبتي. ان انا معدي طريق على النيل وهو مش كوبري، هو يعني طريق مشاه كده. وبصيت في الميه، الميه صافيه وانا شايفه تمثال اللي هم من الفراعنه في قلبيها. تمام. بس وانا شايفاه قال ان انا بس اللي شفته. تمام. يعني الناس اللي ماشيين معايا مش شايفينه. تمام يا حبيبتي. انا بس اللي شفته. حاضر هنجاوب. معلش تجاوبني على السؤالين ربنا يخليك. حالا الميه دي كانت نهر ولا بحر؟ نهر النيل. نهر النيل. نهر النيل. تمام. هتقول لك هي يا حبيبتي اتفضلي. بالنسبه للرؤيه الاولى، ناس مشوهين وعينيهم مدوره مش مرسومه مش مسحوبه. هي الست دي يمكن بتعاني من بعض الامور، بتخاف من الحسد. وعلاقتها غالبا مع اللي حواليها من اهلها او اهل جوزها مش حلوه. علاقتهم مش حلوه. وهي شايفه ان هم ناظرين لها، بس هي انها تحصن نفسها طبعًا بالقران الكريم. طبعا في الحلم. طبعا. وتصحى على صوتها وهي بتقرا قران. هي عشان كده، ودي دلاله انها دايما تقرا المعوذتين وترقي نفسها، دي دلاله على كده. تمام. طيب والسؤال الثاني اللي هي حلم الثاني انها ماشيه على نهر النيل شايفاه شفاف جدا وشايفه تحت تمثال فرعوني او تمثال مش فاكره، قالت تمثال فرعوني في العوني. وهي بس اللي شايفاه. بصي نهر النيل يرمز للعطاء. وكل انهار يعني ما تحلمي بنهر وكل مكان كبير كل مكان فلوس كتير وخير. ممكن الست دي والله اعلم عندها رزق او جوزها عنده رزق يا رب. تمام. او عندها افكار للرزق. فهي الست دي لو بتفكر تعمل شغل او بتفكر في حاجه تجيب فلوس، هي الست دي هيكون ليها ان شاء الله اراء طيبه في الموضوع ده، لانها بتشوف حاجات يمكن غيرها ما بيعرفش يفهمها ان شاء الله. معانا مين يا معانا ملك من اسكندريه. يا ملك ازيك اتفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اتفضلي. ازاي حضرتك يا استاذه نشوى؟ ازيك يا حبيبتي اتفضلي. انا معجبين حضرتك جدا والله. ده انا يا سعد يا هنايا. ربنا يبارك لي في عمرك يا رب. كتر خيرك يا حبيبتي اتفضلي. ممكن اكلم استاذه؟ طبعا هي مع حضرتك اتفضلي يا حبيبتي. بصي انا بقالي فتره بحلم، انا متجوزه بقالي سنه وبقالي فتره بحلم ان انا بعمل فرحي من اول وجديد. وبنقي الفستان بس الكوافير هو اللي اتغير، يعني كوافير انا ما رحتش الكوافير اللي انا كنت فيه في الحقيقه، رحت كوافير تاني بس كل حاجه معايا بتتعاد من اول وجديد. ومعلش في حلم تاني، الحلم ده بيتكرر معايا كذا مره. ومعلش عندي حلم تاني. اتفضلي بسرعه يا ملك. بنت خالتي حلمت ان هي بتتطلق من جوزها. تمام. والمأذون كان قاعد، فالحلم ده برضو هي اتكرر معايا كذا مره، فانا عايزه اعرف التفسير. ماشي يا حبيبتي. بالنسبه لك انت يا ملك ممكن يكون عندك دايما تغييرات في حياتك الزوجيه، يعني انك مغيره الكوافير بس ده دلاله على ان انت ممكن عندك تغييرات حصلت في علاقتك مع جوزك او في الامور الماليه. تمام. فده انك بتعملي دايما فرح وبتجدده، معنى كده ان انتوا كل مره بتتخانقوا او بترجعوا تتصالحوا تاني وبترجع الحياه تستقيم وترجعوا تاني، في يعني في احداث مش لطيفه بتحصل بس ان شاء الله بترجعوا. بالظبط. طب وبنت خالتها ما اقدرش افتي لك لان الرؤيه يعني لا، وفي حاجات ناقصه كتير. تمام. في الموضوع. تمام.
انا بشكرك وبعتذر للناس جمهور امل الحقيقه اللي يعني تليفونات تقريبا مهنجه بسببهم، فيعني اعذروني والله الفقره خلصت. انا بشكرك وسامع والله كل الرنات، يعني احنا بنهنج التليفونات بتاعت القناه. انا بشكرك يا امل جدا جدا، وشرفتيني وبتشرفيني دايما يا حبيبتي. حبيبتي انا اللي بشكرك والله دايما على استضافتك. شكرا. للاسف الفقره دي خلصت، استنوني الفقره الجايه ان شاء الله هتعجبكم. المحببة لروحي، روحي كده بتهدأ وبتأتنس بالكلام الطيب، والفقرة دي بتعدل الميزان المختل. احنا طول اليوم او طول الوقت الدنيا شدانا في يعني اشياء سيئة او اشياء طيبة، حتى الدنيا بتلهينا، فما بنصدق نلاقي وقت نأتنس فيه بكلام الله سبحانه وتعالى وبكل تعليمات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. بشرفني في الفقرة دي مولانا الشيخ أحمد ممدوح من علماء الأزهر الشريف ومن مؤسسة نبض الحياة. شرفتنا يا مولانا. أهلا بحضرتك يا فندم. حضراتكم معودنا في الفقرة بنبتديها بالصلاة على سيدنا النبي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء والجلال والصلاة والسلام الأتمان الأكرمان الأزهران الأنوران الأعطران على سيدنا ومولانا رسول الله. يا رب صل على النبي المصطفى ما غردت في الأيك ساجعة الربا، يا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد يثربا، صلوا على من تدخلون بهديه دار الكرامة تبلغون المطلبا، صلوا على من ظللته غمامة والجذع حن له وناصر في الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور وأهله صلى الله عليه وسلم. مولانا كلنا نطمح ونأمل ونتوسل إلى الله ونلوذ به في أنه يجعلنا من أهل الجنة. اللهم أمين يا رب. إيه صفات أهل الجنة وإيه السبل أو الطرق للوصول إلى الجنة؟ طيب بداية ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من صالح أهلها. اللهم نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة أن يرزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب يا رب، لأن الجنة أسمى أماني أي إنسان، فيها كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أولم تقرأ قول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يبقى مهر الجنة غالي جدا، ولكن على قدر هذا الغلاء إلا أنه ميسور في مقدور العباد، بمعنى الله عز وجل لم يتعبدنا بشيء لا نقدر عليه، تعبدنا الله عز وجل بما نقدر عليه. وأن يأتي الإنسان إلى الله عز وجل ودودا محبا متذللا فالله عز وجل يقبله يا رب. يبقى أول شيء الإنسان ممكن يعمله ويكون مفتاح لأبواب الجنة أن يقبل على الله سبحانه وتعالى وأن يتودد إلى الله سبحانه وتعالى، ولئن فعل ذلك كان الله عز وجل أكثر ودا وحبا إليه من تقربه إلى ربه يا رب. ولئن أتاني يمشي كما أخبر ربنا في الحديث القدسي أتيته هرولة وما تقرب عبدي إلي شبرا إلا تقربت إليه ذراع. فربنا أحرص على العبد من العبد على نفسه. طيب قلنا قبل كده أن الجنة يدخلها الإنسان برحمة الله عز وجل ونعم بالله، يعني عملي يوصلني الجنة؟ لا، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. في أفضل من سيدنا النبي؟ لا يا في أعلم من سيدنا النبي؟ لا. في أكثر من عبادة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، وأصحابهم مين؟ الصفوة المنتقاة من الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، قال لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. فقال الصحابة ولا أنت يا رسول الله؟ مش إزاي؟ لا، حتى أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فرقم واحد دخول الجنة برحمة ربنا، لكن المنازل العالية في الجنة، مفاتيح الجنة، نظرة العطف والرحمة والقبول من ربنا، هنا ده دورنا العمل، دورنا العمل. ولكل درجات، عشان كده ربنا قال إيه
احنا انا بطمح لانهي درجه في الجنه؟ الفردوس اول درجه الأعلى يا رب. ولا الفردوس الاعلى؟ ما هو خلي بال حضرتك الجنه فيها كم درجه؟ 7 درجات. فيها 100 درجه. 100 الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 100 درجه، ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض، ما بين الدرجه والثانيه كما بين السماء والارض. فعايزين نوصل انهي درجه، الاولى ولا الثانيه ولا الفردوس الاعلى في الجنه؟ ربنا قال لنا ايه؟ ولكل درجات مما عملوا. اهل الجنه بقى هيدوروا في الحته دي، يقفوا مع الايه دي كده ويتمعنوا خطاب ربنا فيها ويشوفوا في انهي درجه وعايز يوصل للجنه من انهي باب. طمعين في ربنا، من باب الصلاه يا رب، ولا من باب الصدقه، ولا من باب الزكاه، ولا من باب الجهاد، ولا من باب الصله الارحام، ولا من اي باب من ابواب الجنه؟ طب ما في واحد ممكن يدخل من كل الابواب كلها، ما هو ابواب الجنه 7. أبواب الجنة 7 هي اللي 7. أبواب الجنة 7. سيدنا النبي لما سأل سيدنا أبو هريرة قاعد مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لنا إن أبواب الجنة 7 أو 8، فسيدنا أبو هريرة شوف الطمع والحب، إن في واحد يقدر يدخل من الأبواب دي كلها، واحد يدخل من باب الريان، واحد يدخل من باب الصدقة، واحد يدخل من باب الصلاة. قال وأرجو أن تكون منهم يا أبو يا بكر. رب ليه يعني. ليه سيدنا أبو بكر؟ لأن كان عنده سباق حقيقي في كل أبواب الخير، ودي فرصتنا احنا اللي ما نبلغش عشر معشار ما فعله الصحابة، إن نبذل قصارى جهدنا ونسأل الله عز وجل الجنة. اللهم أمين يا رب. طيب احنا هنشوف دلوقتي تقرير، وأكيد اللي هنشوفهم في التقرير بيطمحوا إلى رحمة الله وإلى قبول طاعتهم، وإنه إن شاء الله ربنا يرزقهم الجنة اعلى درجات الجنة. آمين. بإذن الله. شوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا. في قرية خباطة بمركز أطور بالغربية، نبض الحياة بدأ التنفيذ حلم الأهالي في بناء مسجد الدسوقي. النهاردة يا جماعة الوضع غير والصورة مختلفة. الصورة مختلفة في إيه؟ النهاردة الحمد لله رب العالمين الأعمدة بتقام. النهاردة بنرفع العمدان، بنرفع عمدان بيتي من بيوت الله عز وجل. مسجد الدسوقي هيكون هو المسجد الكبير في القرية، وفيها تصلى جميع الصلوات بما فيها صلاة الجمعة وصلاة الجنائز لأنه قريب من المقابر. المسجد الأم للقرية زي ما كان بيقول لنا كده بعض أساتذتنا ومشايخنا الكبار موجودين في القرية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله المسؤولين، بيقول المسجد ده يعتبر بيتنا. قال الواحد فينا بيتخيل نفسه وجنازته داخلة فيه بيصلي عليه عدد من المصلين قد إيه. والمسجد هيقدر يستوعب بعد بنائه أكتر من 4000 مصلي، لأنه هيتبني من طابقين. من وقت قريب جدا كنا شغالين على قدم وساق في مرحلة القواعد والسملات والشدادات، النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى مرحلة جديدة، مرحلة العمدان، وكل يوم في تطور في العمل، كل يوم في مرحلة جديدة في العمل بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ثم جهود حضراتكم مع مؤسسة نبض الحياة. نبض الحياة قدرت إنها تنفذ أساسات المسجد على أعلى مستوى عشان يتم البناء وفق أعلى المعايير الهندسية. زي ما حضراتكم شفتوا معانا المرة اللي فاتت حطينا السملات وبدأنا نرفع الأعمدة، والنهاردة بنستكمل معاكم البناء، وإن شاء الله مش هيكون آخر زيارة لينا ولا آخر زيارة ليكم، وياريت في كل مرحلة بنعملها بنصورها لحضراتكم يكون كل واحد فيكم ليه نصيب معانا في المرحلة دي. وعشان المساحة الكبيرة للمسجد نبض الحياة بتكسب جهودها وتسابق الزمن عشان تقدر تنفذ المسجد في أقرب وقت. ربنا سبحانه وتعالى الأول ثم جهود حضراتكم أتمت الخير على 12 مسجد أو أهل 12 مسجد في مختلف المحافظات. سارع بالمشاركة عشان يكون لك ثواب بناء بيت من بيوت الله مع مؤسسة نبض الحياة. إنما يعمروا مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بيوت الله في الأرض المساجد، تبنيها مؤسسة نبض الحياة لكل راكع وساجد. اوعوا تتأخروا على بيوت الله. أنا بتهيألي وحضرتك تصحح لي، اللي بيساهم في بيت من بيوت الله يعني إن شاء الله ربنا هيستضيفه في أفضل بيت بقى يعني في الجنة إن شاء الله. ما هو ده زي ما قلنا إيه بقى، ده مفتاح وده باب ومن أبواب الجنة وطريق لجنة ربنا سبحانه وتعالى. ولو إحنا عايزين نشوف هو في أنهي درجة في الجنة، كان ساداتنا من أهل العلم يقولوا لنا إيه؟ إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما أقامك.
شوف ربنا أقامك فيما أقامك. ربنا أقامك فين؟ ربنا أقامك في طاعته، ربنا أقامك في خدمته، ربنا أقامك في إعمار مش المساجد بقى، بيوت الله عز وجل. ليه؟ لأن ربنا يقول لنا في الحديث القدسي إن بيوتي في الأرض المساجد. أيوة. فالمساجد دي بيوت مين؟ بيوت الله سبحانه وتعالى. المرأة الصالحة لما ربنا أخبرنا عنها في القرآن، وشوف الدرجة العالية للإنسان اللي ربنا يعني ربنا مكنه ووسع عليه وأراد إن هو يبقى له بصمة حقيقية على أرض الواقع. بصمته الحقيقية فين؟ نشوف كده في القرآن، وهي بتدعي ربنا سبحانه وتعالى ومش بتطلب من ربنا الجنة. شوف فلسفة العمل الصالح، البلوغ لأعلى درجة، ما بتقولش يا رب الجنة، بتقول له رب ابني لي عندك، رب ابني لي إيه؟ عندك بيتا في الجنة. مش يا رب أنا عايز أدخل الجنة، لا أنا عايز عندك يا رب. عشان كده سادتنا من العلماء يقولوا إيه؟ طلبت الجوار قبل الدار. الله. إن الإنسان ده يكون إيه؟ جرب من سبحانه وتعالى. السلام. عشان كده يجي يوم القيامة وربنا ينادي في الملائكة، أين جيراني؟ تعالوا بقى نشوف بقى بيوت ربنا فين، وشوف حالنا مع بيوت ربنا. ما هي عمارة بيوت ربنا مش ان انا اقرأ واصلي بس، ان انا ساعد في ان انا هيئها للناس علشان الناس تدخل كده بصدر رحب، بطمأنينة، بسكينة، وتقرأ كتاب الله عز وجل، وتؤدي الصلوات، وتجتمع على موائد الرحمن سبحانه وتعالى، موائد الطاعة، موائد المعرفة، موائد ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا ينادي في الملائكة في يوم القيامة: يا ملائكتي أين جيراني؟ فالملائكة كأنها بتستغرب هذه اللفظة، هذا المعنى. يقولون له: ومن ينبغي له أن يجاورك وأنت رب العالمين؟ من الذي يرقى لهذه الدرجة؟ هل هم أصناف من الملائكة؟ هل هم أصناف من الأنبياء والمرسلين؟ هل هم أجناس معينة من البشر؟ فيقول الله عز وجل: جيراني هم عمار المساجد. أبشر، أبشر يا من عمرت بيت الله سبحانه وتعالى، أبشر يا من تساهم في إعمار بيوت الله سبحانه وتعالى، فإنك بإذن الله عز وجل جار للرحمن في الجنة يا رب. بعملك الصالح. وده لما بنقول طريقنا للجنة، ده من أوسع الأبواب التي تفضي إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا النبي قال لنا في الحديث: من بنى لله مسجدا ولو يعني شوف حضرتك انا الحته دي، من بنى لله، لله هو ربنا، ربنا يعني نحو. احنا اللي محتاجين المساجد عشان نتعبد فيها ربنا، لكن سيدنا النبي بينسب المسجد وبناؤه لله مش للعباده اللي هيصلوا فيه. ربنا يقول لنا في القران: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، في سوره الجن. وان المساجد ايه؟ لله، لله فلا تدعو مع الله احدا. فاحنا بنبني بيوت ايه؟ بيوت الله سبحانه وتعالى. وانت بتشارك في بناء المسجد، وانت بتبني المسجد، وانت بتاخد المسجد ده على عاتقك، ان انا مش هخلي حد يبقى له نصيب معايا في العمل ده، يبقى خلي جدد الايمان في قلبك وخلي عملك خالص لله. حضراتكم علمتونا ان لما يبقى انا بعمل طاعه الصدقات لعباد الله، دي كبيرة عند ربنا، وربنا بيجازي بيها ويربيها. نعم. وربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى بيبقى فرحان بعباده. نعم. اللي بيمارسوا طاعة الصدقات. لا شك، لا شك. فما بالك بأن بنص قرآني، بنص إلهي. نعم. المساجد بتاعتي، بتاعة الله سبحانه وتعالى. فتخيل أنت بقى إذا كان ربنا بيفرح بيك لما تساعد عباده، فما بالك بفرحة الله ولله المثل الأعلى وانت بتبنيه وبتعين، بتعين الناس على طاعه ربنا. شوف بقى انت المردود. نعم. يعني ده انت لو جملت كده حد بيردها لك قد ايه. فشوف رب العالمين ده معنى في غايه الانس مع الله سبحانه وتعالى. الله. ما هو في انسان كله يعني، حتى كانوا يقولوا لنا كده: اهل الله كل محب يحب الخلوه بحبيبه. ايوه. لو واحد بيحب زوجته يحب ينيم الولاد كده ويقعدوا كده يتسامروا. أيوه. ويتناولوا اطراف الحديث. ليه؟ لأنه يخلو بحبيبه. العاشق كذلك، فما بال حضرتك إذا كان هذا العشق هو عشق إلهي. يا سلام. هو عشق مع الله سبحانه وتعالى. أيوة، يجوز هذا الحب الله سبحانه وتعالى أن يخلو الإنسان بربه، والخلوة برب العالمين سبحانه وتعالى ده واردة في كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. فين؟ في الثلث الأخير من الليل.
ما هو درجة اللي بيقوم الليل والثلث الأخير من الليل ليه؟ أصل الناس نيام وهو فين؟ مع حبيبه سبحانه وتعالى. وانت مع الله وهو في حال مع ربنا سبحانه وتعالى. طب نشوف المسجد فيه كم واحد هيدخل المسجد وكل واحد في كم انسان كله فيه كم واحد له حال مع ربنا سبحانه وتعالى، فيه كم واحد له دعوة نفسه ان هو يدعي ربنا سبحانه وتعالى، وهيدخل امتى، بالليل ولا بالنهار، في جوف الليل ام في صبح النهار. فدي بركة المساجد، اسال الله ان يجعلنا من عمال المساجد. اللهم امين. طيب انا بمنتهى الالحاح هنشوف تقرير تاني، لان انا بحب قوي قوي الالحاح في الطاعة، وهتحايل على حضراتكم، انتوا مش محتاجين محايلة، يعني ده بيت ربنا، ان اي حد ربنا اختصه بان يسمعنا دلوقتي هو مقصود، وربنا قاصد انه ينوله شرف انه يبقى ليه نصيب في المساجد باللي تقدر عليه، باللي تقدر عليه، يعني محدش يستقل. 15740 ده الرقم الساخن لمؤسسة نبض الحياة، ما تستناش والنبي، اللي في ايدك وشوف الخير اللي هتنوله، كفاية بس رضا ربنا، دي يعني اعظم الاماني. نشوف تقرير ونرجع نكمل كلامنا مع مولانا. مسجد العزبة البيضاء في محافظة الغربية بمركز أطول. بيوت الله هي أبواب الخير لمن أراد الخير، فإذا أردت أن يعطيك الله خيرا فعليك ببيوت الله. كان أهالي قرية العزبة البيضاء على موعد مع نبض الحياة عشان تستكمل معاهم مسجد القرية، وكما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعمرها بالطاعات أمرنا أن نشيدها وأن نهيئها لاستقبال وفود الرحمن سبحانه وتعالى. نبض الحياة قدرت أنها تنهي بناء المسجد والمأذنة وبدأت في أعمال المحارة، وزي ما حضراتكم شايفين احنا بنحب تكونوا عايشين معانا الواقع اللي احنا بنشتغله وبنعيشه. عملنا الكهرباء وزي ما انتم شايفين العمال النهارده شغالين ازاي وكل يوم مع بعضنا، بس بننقل لحضراتكم الصوره عشان تعرفوا الساده المتبرعين اللي تبرعوا يعرفوا الاموال بتاعتهم والتبرعات بتاعتهم. ان شاء الله احنا شغالين ومستمرين، وزي ما حضراتكم شفتوا الجمال بتاع المئذنه في الخارج، احنا ان شاء الله عايزين نكمل خارج المسجد، المسجد من الخارج، ونكمل البلاط، وعايزين سجاد، وعايزين النجارة، وعايزين مكبرات الصوت. وعشان مسجد العزبة البيضاء مكون من دورين فمحتاج مسارعة بمساهمات كتير لإنهاء أعمال التشطيب. دايما متعودين إن الفرحة بتكمل لما العمل كمان بيكمل، ولكن النهاردة الفرحة غير، الفرحة نابعة من إن فيه أمل حقيقي. الأمل كان مع المئذنة اللي حضراتكم شايفينها دي، وفرحة استكمال بعض الأعمال في المسجد، وشفنا الفرحة دي حقيقية على أخواتنا وأهلنا هنا في العزبة البيضة، اللي بيمثل المسجد ده بالنسبة لهم حياة، لأن هو المسجد الوحيد في العزبة البيضة هنا. نبض الحياة بتسعى إنها توفي بوعدها بإنهاء المسجد وتفرح الأهالي بيه. هيا بنا جميعا لنكون يدا مع يد، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وهكذا نرى هذه الأعمال الطيبة المباركة التي شاركتم وتشاركوا فيها، ونحن في انتظار حضراتكم. سارع بالمساهمة في بناء المسجد عشان تحقق حلم أهالينا بأن يكون عندهم مسجد يصلوا فيه. ربنا يصلح الحال وربنا يوفق أهل الخير، وعايزين الجامع يخلص قبل شهر رمضان عشان نصلي فيه، لأن العزبة ما فيهاش جامع غيره. بمساهمتك مع نبض الحياة هتكمل بناء بيت من بيوت الله. أخونا الفاضل يعني بيستأذن حضراتكم، القرية عايزة قبل شهر رمضان بإذن الله إن المسجد يكون خلص، وأنا كده عندي إحساس إن بإذن الله ربنا هيجبر بخاطرنا إن شاء الله رب العالمين. وإحنا دايما يعني بنعول على حسن الظن في الله سبحانه وتعالى، ودايما ربنا سبحانه وتعالى يجبر قلوبنا ونفرح إخواتنا بقى، زي ما ربنا جبر قلوبنا بإتمام وإحلال وتجديد 12 مسجد قامت عليهم مؤسسة نبض الحياة في مختلف المحافظات. إحنا موجودين دلوقتي معانا 4 مساجد شغالين فيهم فعليا في مراحل متفاوتة، وفي قائمة كتيرة جدا يعني بتنادي مؤسسة نبض الحياة، ولكن مؤسسة نبض الحياة مش قادرة تدخل
للمساجد دي قبل ما يعني نقول مثلا نتم مسجد او اتنين كمان علشان الحركه التانيه ماشيه، ما نقدرش ناخد كل الداخل لتبرعات المساجد في مساجد كتيره فنقلل الانجاز. باذن الله اللي بيشوفونا دلوقتي وبيسمعوا كلام حضرتك هيستجيبوا ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله. واحنا دايما رمضان كده مرتبط بالمساجد، رمضان ده من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا، ان بنلاقي الاباء والاولاد والصغار والكبار كده متقوقعين في المسجد وفي حاله من الصيحه كده مع الكتاب ربنا سبحانه وتعالى. تلاقي من صلاه الفجر، من قبل الفجر بساعه موجودين في المسجد، من بعد الفجر قاعدين لغايه الشروق في المسجد، من قبل الظهر، العصر، المغرب، صلاه التراويح، الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى بيكرم بيه يعني كل الناس ان هي بشهر رمضان ده. فاهلنا بيقدموا يعني مش هقول نداء استغاثه، لا نداء حب، نداء موده. وهو ده لما نقول مسجد وحيد في منطقه، ومش ده المسجد بس والله، احنا عندنا اربع مساجد، يعني عندنا مسجد الدسوقي في خباطه لسه في مراحله الاولى من الانشاءات، عندنا مسجد هنا، مسجد عندنا مسجد قريه البريجات، عندنا مسجد العزبه البيضاء. كل دي مساجد يا جماعه بتنادي حضراتكم، مش هقول مساجد، ده خير بينادي حضراتكم، ده باب من أبواب ربنا سبحانه وتعالى ومغفرة ربنا وجنة ربنا سبحانه وتعالى بينادي حضراتكم. مسجد العزبة البيضاء يعني يمكن احنا دلوقتي حاليا موجودين في مرحلة المحارة، لسه عندنا مين طيب دلوقتي من اخواتنا لسه عندنا يقول المحارة بتبقى محتاجة اسمنت ورمل يعني احنا يقول حتى لو شغالين. انا قصدي يا فندم بس بعد اذنك، انا قصدي اقول اللي عايز يتبرع عيني يروح دلوقتي، احنا في مرحلة المحارة، ويقف على المحارة وهي بتتعمل يشوف بنفسه حاجته فين. استكمال المراحل كمان لسه عندنا نقاشة، لسه عندنا بلاط، لسه عندنا ده كل ده الداخل بتاع المسجد غير خارج المسجد، غير الكهرباء، غير تشطيبات الكهرباء، غير تشطيبات السباكة. فكل ده زي حضرتك ما تفضلت مشكورة، احنا بنقول يا اخوانا اللي يقدر ان هو يشارك بمشاركة مادية جزاه الله خيرا وربنا يقبل عمله ويجعله في موازين حسناته. طيب انت صاحب يعني تجارات عنده معينة، عنده تجارة اسمنت او تجارة الرملة او الحاجات دي، عندك ادوات كهربائية، عندك صحي، عندك اي باب نفسك ان انت تشارك بيه المشاركه العلميه، يعني في اخواتنا اللي بيبيعوا سجاد مطلوب، ما يلا تقول انا الموكيت بتاع الارضيه والسجاجيد كلها عندي. واحنا بنراهن على عامل الوقت، احنا قلنا لهم ان شاء الله رب العالمين قبل رمضان المسجد ده هيكتمل، وثقتنا في الله سبحانه وتعالى ثم في حضراتكم ان المسجد ده هيكتمل، مش هو لوحده لا، وكمان مسجد البريجات هيكتمل، وكمان هنتقدم في مراحل من المساجد زي ما شفنا في مسجد الدسوقي ان شاء الله نصب سقف الدور الارضي والدور التاني كمان قبل رمضان. ولكن كل ده باذن ربنا محتاج. بندعي ربنا ان ربنا يعيننا، وكمان جهود حضراتكم اللي هي مفتاح للارزاق. ما هو الرزق بتاعي ده مش شطارة مني ولا شغلي ولا مجهودي، لا، فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. واحد زي اللي داخل يصلي في المسجد يقول يا رب يبارك للي كان سبب في ان انا ادخل اصلي هنا. الناس صعب عليها جدا والله لما بيكون في مكان ما فيش فيه مسجد ناس تصلي فيه، بتحس ان الناس مشردة والله. بالمعنى الحرفي خاصة اذا كان هو المسجد الوحيد، الناس مشردة، انا هروح اناعي هم هصلي الجمعة فين، انا هصلي ولو على الجمعه او يوم في الاسبوع لا. فممكن اركب توك توك ولا بتاع، لكن انت عندك صلواتك وفروضك، الصلوات كلها. رمضان يبقى عامل ازاي من غير مسجد؟ شهر رمضان الفضيل يكون عامل ازاي من غير مسجد؟ فكأن دي فرص للجنه ربنا سبحانه وتعالى بيضعها قدامنا، ويشوف انا هاخد ثواب، مين اللي هيقطف منها ومن ثمارها علشان ينعم بيها في جنه ربنا سبحانه وتعالى. هي دي الثمار اليانعه، دي جنه ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا. جنة ربنا في الدنيا بيوت المساجد. الله سبحانه وتعالى المساجد. جنة ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة التي ترقيك وتنجيك. نعم، أعمال الصالح لا شك ترقي العبد وتنجيه. إنسان لما بيموت أول ما يتمنى لو رجع للدنيا يقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب نعمل إيه؟ فأصدق وأكن من الصالحين. يعني الصالح جاي منين؟ جاي من الصدقة، لأنها الصدقة عطاء. هي مفتاح لصلاح العبد، لانصلاح حاله مع الله. ما هي سميت صدقة ليه؟ لصدقه مع ربه سبحانه وتعالى. والعمل الصالح سمي عمل صالح ليه؟ لأنه يصلح للعرض على الله عز وجل. فإذا كانت الصدقة صدقك مع ربنا،
والعمل الصالح يصلح للعرض على ربنا سبحانه وتعالى. يبقى أنت في أنهي مرتبة عند ربنا؟ متشاف من ربنا. ها؟ ربنا هو اللي هيقيمك بقى. قريب من الله وتبلغ جوار الله عز وجل اللي كنا بنتكلم فيه من شوية. أيوة. فإن شاء الله بإذن الله احنا بنقول باب المشاركة مفتوح لكل حضراتكم في كل مكان. كان في حد أسعدني جدا بأن في متبرعة ربنا يبارك فيها يا رب. اتصلت وقالت يا جماعة أنا عايز أروح المسجد ده وحددوا لي المكان فين. وكلمنا اخواتنا اللي موجودين هناك ان في حد من اهل الله كده من اهل الخير جاي لكم استقبلوه ووروا له كل حاجه. ممكن ما يكونش مثلا احمد او فلان موجود ولكن جنود الخير موجودين في كل مكان. أيوة. والدل على الخير موجود في كل مكان. لو حضراتكم حابين تنزلوا على ارض الواقع وتشاركوا معانا وتشوفوا وضع المسجد عامل ازاي وتشوفوا احتياجات المساجد عامله ازاي, احنا بنقول لحضراتكم ايدينا مفتوحه والاماكن بنعرضها لحضراتكم ونوضح العنوان بالتفصيل لحضراتكم لو حبيتوا. لو حابين تشاركوا معانا ممكن ب 15 740 حضرتك تستفسر عن المسجد فين, طبيعه المسجد, المسجد محتاج ايه, وتقدموا المشاركه اللي نفسكم ان انتم تشاركوا بيها. وان شاء الله صدق مع ربنا سبحانه وتعالى وتجديد النيه في العمل الصالح والاخلاص اكيد ربنا سبحانه وتعالى هيجبر قلوبنا كلنا وكلنا لنا عند الله سبحانه وتعالى حوائج, ولن تقضى حوائجنا عند الله الا اذا سعينا في قضاء حوائج الناس. سبحان الله, مؤسسه نبض الحقيقه من المؤسسات القلائل اللي بتدعو اهل الخير انهم يروحوا يعملوا خيرهم بنفسهم. يعني شوف حضرتك لما قلت اي حد من اخواتي هيتصل ب 15 740 قالوا انا عايز اعرف المساجد اللي المفروض نتمها اماكنها فين, هيقول لك في الفلان وفي حته الفلانيه في حته الفلانيه, اخد بعضي واروح. اقول لحضرتك من الحاجات الظريفه والجميله جدا في مؤسسه نبض الحياه ان ارقام كل الاداريين والقائمين من راس العمل الاداري والهيكل الاداري في مؤسسه نبض الحياه, الاستاذ عبد العزيز رضا ربنا يبارك فيه, الاستاذ محمد رضا مدير المشروعات, الاستاذ احمد زيد, كل الارقام يمكن موجوده عند 90% من المتابعين. حتى لو حابين 15 740 وتقولوا انا عايز رقم فلان, الرقم موجود تقدر تتواصل بشكل مباشر مع الأستاذ عبد العزيز الرضا, مع الأستاذ محمد, مع الأستاذ زيان, مع أي حد من المشايخ بشكل مباشر تقدر تتواصل معاه وتحدد وتشوف أنت محتاج أن أنت تعمل إيه أو في إمكانياتك أن أنت تعمل إيه. أنا محتاجة أخد عيالي وأخد إخواتي ونروح كلنا. ده هو دي الزيارة الجميلة. يا سلام بقى. أروح أنا أشوف وأكتب في ورقة كده المسجد ده ناقصه كذا وكذا وكذا. طب أنا هاخد أجازة بقى من شغلي أسبوع ومستقتل يوميا حاجي للمسجد ده, الحاجة اللي أنا جايبها حتى أشارك العمال واخد العمال وانا رايحه الصبح اكل معايا كمان سندوتشات ولا بتاع عشان ربنا يكتب لي البركه باللي اقدر عليه. انا هقدر بتعملوا ايه اليومين دول؟ بنعمل محرق. طب ممكن اجيب مثلا طن اسمنت واجي, ممكن اجيب عربيه رمل واجي وتحطها وتشوفها بعينك وهي بتتعمل وسلام عليك وتروح. يا سلام بقى لو فلوس, علشان الفلوس هتتوجه لاكتر من مسجد. فارجوكم ما تتاخروش, وربنا طالما حضرتك شفتني دلوقتي وشفت مولانا الشيخ دلوقتي, ربنا يبقى قاصد وربنا رايد لك الخير, ربنا حابب انه يرزقك حسنات ويرزقك رضا ويرزقك قبول. ربنا يرزقكم جميعا القبول. 15 740 الرقم الساخن لمؤسسه نبض الحياه. شرفتني يا مولانا وارسلنا. شكرا لحضرتك. شكرا لك. للاسف الفقره الطيبه خلصت, استنوني الفقره الجايه ان شاء الله هتعجبكم. أفرح جدا لما بكون قاعدة قدام قامات علمية كبيرة وعظيمة, بتشرف وبحس إن ده إعلاء قدر ليا وللبرنامج. وأنا الحقيقة يا فرحتي يعني مش قامة واحدة, أنا في حضور قامتين من أعلام الطب والحقيقة من علمائنا اللي بنفتخر بيهم كمصريين كعلماء مصريين. والحقيقة في نوع جديد من أنواع العلاجات أو بيساعد أو بيدعم علاجات الأمراض المختلفة, وهو العلاج بالأكسجين النشط. وعشان كده في الفقرة دي احنا استضفنا 2 من علمائنا المتخصصين, ضيفي الدكتور طارق الشاذلي أستاذ الأمراض البطنة واستشاري والجهاز الهضمي واستشاري العلاج بالأكسجين النشط. شرفتني يا فندم وأرسلنا. أستاذة زي حضرتك. الله يخلي حضرتك. ومعايا كمان ضيفي دكتور مجدي شيخ أستاذ الأمراض البطنة والغدد الصماء بكلية الطب واستشاري العلاج بالأكسجين النشط.
شرفتنا يا دكتور وانستنا. اهلا يا فندم بحضرتك، وانا سعيد بوجودي مع حضرتك. والله شرف لنا كبير جدا. ده احنا المتشرفين، ده احنا المتشرفين بحضراتكم. وزي ما قلت يعني الواحد بيفتخر بالعلماء اللي قيمتهم عاليه وكمان يعني بيضيفوا كتير لعلم الطب. الاكسجين النشط دي يعني نوع جديد من انواع العلاجات احنا ما كناش نسمع عنه قبل كده. والحقيقه في كيور كلينيك هو مركز متخصص للعلاج او للمساهمه في المساهمه في العلاجات بالاكسجين النشط. وكيور كلينيك الحقيقه كمان من الحاجات العظيمه انه موجود في كل محافظات مصر. يعني اي مريض في اي محافظه هيتواصل معانا على الارقام اللي هنبقى نحطها ان شاء الله في اي محافظه ويسال عن مكان المركز كيور كلينيك، وان شاء الله يعني ربنا يشفي كل المرضى. هبتدي الاول مع دكتور طارق. دكتور حضرتك كنت ضيفي قبل كده وانا متشرفه ان يعني حضرتك بتشرفني لتاني مره. كلمني عن الطفره اللي حاصله بسبب الاكسجين النشط. هو الاكسجين النشط موجود في دول اوروبيه رائده زي المانيا وزي اسبانيا. هو بقاله مده يعني ما هوش لسه علاج حديث. اثبت وجوده في علاج مرض السكر ومشاكل مرض السكر. اثبت وجوده في التهابات الجهاز الهضمي زي الالسراتيف كولايتس وكرونز ديزيز. اثبت وجوده في الامراض المناعيه زي الروماتويد ارثرايتس اللي هو الروماتويد والسيستميك لوبس اللي هو الذئبه الحمراء والام اس. الاكسجين النشط يعني احنا لو جينا هتكلم على الامراض المناعيه والجهاز الهضمي، وهسيب استاذنا الدكتور مجدي الشيخ يتكلم في امراض السكر. في الامراض المناعيه زي الام اس، الام اس بيصيب الستات اكتر من الرجاله بثلاث اضعاف. يا نهار ابيض. بيبتدي من سن 20 ل 40 سنه. الامراض اللي زي الام اس والروماتويد حتى الان مش لاقيين السبب واضح، ولكن الاسباب المعلنه يعني الواضحه المعلنه ان هو مرض وراثي. يعني ممكن يكون في نقص جين زي ال 6P21، ده نقص جين، او نتيجه خلل في الجهاز المناعي ما بيقدرش يتعرف على الباركود بتاع الخليه فبيخش يهاجمها. في الام اس دور الاكسجين النشط بيبقى رائع جدا، نتيجه ان هو لما بيخش في الدم بيعمل ميكس جوه مع الخلايا الحمراء، ده مهم جدا، بيحسن الاكسيديشن، ده من الحاجات الرائعه جدا، بيظبط الجهاز المناعي، بيعيد تشكيله بحيث ان هو يقلل هجوم على الخلايا وبالتالي يقلل الالتهاب. الام اس مهم جدا ان احنا نعرف ان هو بيبقى ممكن يكون نقص فيتامين دي بيسرعه، ده مهم جدا، عدم التعرض للشمس لمده كبيره بيسرعه، بعض الامراض بتظهره اكتر زي الخلل في الغده الدرقيه او التهاب الامعاء. فمهم جدا ان الدكتور يبقى عنده تجميعه وتشكيله كامله عن العلاج بالاكسجين ونوعيه المرض، فاهم المرض. تمام. يعني ما يبقاش داخل فكره ان انا بدي اكسجين وبس، لا ده انا فاهم المرض وازاي بتعامل معاه ومع مشاكله. طب هل ينفع يكون في تعاون بين حضرتك كاستشاري معالج بالاكسجين النشط وبين دكتور متخصص في هذه النوعيه الخاصه بالام اس؟ ده لازم يكون في تعاون. لازم، انا بكمله، انا في ظهره بساعده. انا مش ضده. يعني مثلا في الروماتويد لو هو عيان بياخد دواء مش هقول يعني اسمه، ولكن انا بزود فعاليته زي الروماتويد مثلا، بزود فعاليته. الروماتويد برضه بيصيب الستات اكتر من الرجاله. الستات مظلومين يا دكتور، من سن 30 ل 50 سنه اكتر. يا نهار ابيض. بيخش يعمل سويلنج في 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 المفاصل واحمرار وديفورميتي، يعني عايز اترجمها بالعربي تشوهات في الايدين والرجلين. ده بيبقى نتيجه بيطلع المرض بيطلع سايتوكينات، سايتوكينز، السايتوكينز دي هي اللي بتزود الاجريفيشن، بيخش الاكسجين يقلل المواد اللي بتزود الالتهاب زي السايتوكين يقللها. يعني الاكسجين هو فعال في انه يدعم العلاجات الخاصه بهذا المرض. وبيزود مضادات الاكسده فبيحسن الالتهاب. بيحسن. ايوه. فبيديني نتائج هايله. احسن من ان انا ابقى بس معتمده على مجرد. فانا في يعني هسيب بقى الكلام للاستاذنا الدكتور مجدي، انا معاهم، يعني انا معاك مش ضدك، لان الاكسجين سبورت.
بالظبط. يعني لو عيان بياخد مثلا دواء زي الميزوتريكزيت في الروماتويد هو بيحسن فعاليه الدواء فعاليته فيبقى الشفاء اسرع. اسرع تمام بالزبط. طب خليني بقى في مرض السكر والمنتشر يعني الحقيقه انتشار كبير جدا بين الشعب يعني بالظبط حضرتك من الدرجه الاولى ومن الدرجه الثانيه وكمان ليه مضاعفات. كلمني حضرتك عن فايده الاكسجين النشط في علاج مضاعفات او انه يوقف المضاعفات او يحد منها. بص حضرتك انا هتكلم بصوره سريعه جدا عن الاكسجين النشط. الاكسجين النشط ده هو عباره عن اكسجين شكل من اشكال الاكسجين بس فائق النشاط. الاكسجين العادي اللي احنا بنستنشقه ده مكون من ذرتين اكسجين والاكسجين النشط مكون من 3 ذرات اكسجين وسريع التفاعل. اول ما بيدخل الجسم حضرتك بيعمل عده تفاعلات كيميائيه بيولوجيه داخل الجسم بتفيد الانسان وهو اساسا اثبت جدارته على مدى 150 ثانيه يعني مش جديد الاكسجين النشط. طبعا حضرتك ده بيستعمل من 150 سنه. احنا عندنا جهل طبي بقى انا كواحده الحقيقه مش متخصصه حضرتك يعني لسه سمع عن فكره يعني من خلال 2-3 اللي فاتوا مش اكتر. لا حضرتك ده استعمل في الحرب العالميه الاولى وكانوا بيستعملوه كانتي بكتيريال يعني قاتل قوي جدا للبكتيريا قاتل للفيروس فبالتالي كانوا بيستعملوه للناس المصابين في الحرب العالميه الثانيه. أيوة. بدا حضرتك في اواخر القرن اللي فات بداوا يستعملوه كعلاج لامراض كتير ووصلت لستة الامراض اللي بيستعملوه فيها 114 مرض يعني تخيلي حضرتك. هنتكلم بقى على موضوعه ايه علاقته وتاثيره الايجابي على مرضى السكر. طب هستاذنك نتكلم ونكمل كلامنا بس برضو نشوف تقرير لان محتاجين تعليق حضرتك عليه. نشوف التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع الاساتذه الدكاتره اللي موجودين معانا. أنا اسمي سوزيتا عبد الله عندي السكر بقالي 15 سنة ابتدت المضاعفات بتاعته كان تنميل في رجلي انزيمات الكبد عالية انزيمات الكلى عالية التراكمي عالي كان 9 قلت أجرب جيت هنا فرع المهندسين ابتديت الجلسات الحقيقة بعد الجلسة الرابعة أو الخامسة ابتديت اتحسن التنميل اللي في رجلي راح عملت تحليل عشان ما بقاش بالإيحاء لا لقيت ان فعلا انزيمات الكبد نزلت انزيمات الكلى نزلت التراكمي نفسه نزل وبقى 6 فالحقيقة جميل جدا رائع وكويس ان هما وصلوا لحاجة زي كده وياريت كل الناس اللي عندها سكر خصوصا وابتدت المضاعفات بتاعته تظهر على الانسان ان هو يجي ويتعالج بيه وان شاء الله كل الناس تبقى كويسه. انا عندي سكر وعامله دوامات في القلب فالدكتور بتاع القلب اصلا مأجلي العمليه خالص قال لي مش دلوقتي خالص. انا دلوقتي النهارده في اخر جلسه اللي هي ال 12 ودي اول مجموعه اعملها عندهم وبسم الله بفضل ربنا الحمد لله والله ما مجامله انا فعلا ارتحت. اولا بيدوني حقن في ظهري مكان الالم كله كتافي رقبتي طبعا عشان برضه عندي فقرات في رقبتي فانا حسيت ان الحمد لله بقيت انام على كتفي الشمال ما كنتش بنام عليه تنميل رجلي عشان السكر والحاجات دي بيحنولي فيها ودي تالت جلسه اخدها حاسه ان التنميل قل بنسبه حتى ولو 50-60% فالمهم ان هو يعني ما كنتش بحس بصوابعي انا النهارده حاسه بصوابعي انا شفت حالات هنا كان المفروض يبقى فيه بتر في رجليهم وبتاع وانا قاعده بره في الاستراحه فوجئت ان هم بقالهم سنه ونص ماشيين مع الدكتور والحمد لله ما بطروش اطرافهم. بدات اخد جلسات اذون وحقن حوالين الجرح وبيعملوا لي كمادات بالاذون مع الباكنج او الضغط الاذون داخل كيس عشان يقتل البكتيريا في الجرح ودلوقتي انا خدت 8 جلسات الجرح بدا اتلقى بنسبه 70%. كنت بعاني من مرض السكر والتهاب في القولون جيت اتعالجت بعلاج الاكسجين النشط واخدت 11 جلسه والحمد لله اتحسنت انا بقيت كويسه دلوقتي بعد 11 جلسه. انا مريضه من 20 سنه عندي ضغط وسكر وعندي تضخم في الكبد والطحال وعندي مشكله في الجيوب الانفيه كانت على طول ودني تعباني وكنت بتعالج مخ واعصاب. الحمد لله من اول جلسه حسيت بتحسن كبير جدا والحمد لله كل الاعراض اللي عندي رجلي والتنميل وكل مضاعفات السكر الحمد لله بامانه ربنا راحت
راحت كلها، ما فيش اي مضاعفات، وعناية الحمد لله، النظر بقيت اشوف رؤية واضحة الحمد لله. دكتور، يعني كلام يفرح الحقيقة، ان كل اخواتي المرضى كله بيقول ان من اول جلسة بان فرق. بالظبط حضرتك، وبلا شك طبعا حضرتك عارفة مرض السكر النوعين، النوع الاول والنوع الثاني. النوع الاول حضرتك بيصيب الاطفال، وبيكون دايما ده نتيجه ان البنكرياس ما بيفرزش انسولين خالص، وبالتالي بيفضل طول حياته على الانسولين. النوع الثاني حضرتك بيبقى فيه مشكله في البنكرياس ان افرازه قليل، كمان فيه مقاومه الانسولين. اكتر حاجه حضرتك مشهور عن السكر ان هو بيقلل تدفق الدم للشرايين، فبالتالي بيضعف الدوره الدمويه على حسب المكان. واكتر حاجه شائعه في السكر اللي هي التهاب الاعصاب الطرفيه. دايما مريض السكر يجي يقول لك ايه، انا حاسس بشكشكه، مش طايق اي حاجه تلمس رجليا، تنميل خدلان، لدرجه ان هو ممكن بعد كده يقول لك انا ماشي اكني ماشي على رمل. فدي مشكله بتقرق الناس كلها جدا المصابين بمرض السكر، وممكن بعد كده يتطور الموضوع للقدم السكري اللي نتكلم عليه بعد كده حضرتك. لكن فعلا الناس اللي جولنا فعلا كانوا من تاني او تالت جلسه تبدا كل الاعراض دي كلها تختفي، الشكشكة تروح، بدأ الإحساس بتاعه يرجع. ليه؟ احنا حتى شايفين الصور قدامنا ان الأوعية بالزبط ضيقة قوي. بالظبط. السكر بيعمل ايه حضرتك؟ بيعمل ترسيب نتيجة ان هو بيرفع نسبة الكوليسترول الضار في الدم، فبيترسب في الشرايين زي ما حضرتك شايفة، فبالتالي بيضيق الشرايين، فكمية الدم والتدفق بتقل. فبالتالي أكتر حاجة بيتأثر فيها اللي هي الأطراف السفلية. وكمان لو هو أثر على الشرايين اللي بتغذي المخ، ممكن الإنسان يصاب بجلطة في المخ. لو أثر على شرايين القلب يجيله نهجان، وممكن يجيله لا قدر الله جلطة في القلب. فبالتالي أنا بستهدف من خلال الأكسجين النشط إن هو بيروح يتارجت، يعني يستهدف الحتت اللي هي مسدودة ويوسعها. مش بس كده، ده هو كمان بيطلع لي انتي اوكسيدنت، انزيم اسمه اس او دي او سوبر اوكسايد بيروكسيديز. ده الحقيقه موجود في صيدلات ناس بتشتريه، والجلوتاثيون ده برضه بيروكسيديز بينشطه. فبالتالي بيوفر عليك حاجه كتير ماديا، وفي نفس الوقت بيحسن لك الدوره الدمويه، وفي نفس الوقت بيعمل كولاترال، يعني بينشئ اوعيه جديده في المنطقه، وبالتالي الدم بيتحسن، الاكسجين بيتحسن، لو حصل له جرح او حصل له اي اصابه بتبدا تلتئم بسرعه. وكمان جالنا ناس كتير قوي كانت مصابه بالقدم السكري، وكانت على وشك ان هم يعملوا حضرتك باتر جزئي او كلي، بدانا معاه من خلال الاكسجين عن طريق الحقن، بناخد عندنا 100 سم دم وندوله تاني. بس حضرتك اكدت لي قبل كده قبل ما نطلع ان الاكسجين الناشط لا يمنع المريض من انه يستخدم الادويه الخاصه بالسكر. بالظبط حضرتك. بص حضرتك، الاصل في علاج السكر ايه؟ ان انا اعمل كنترول السكر بالعلاج التقليدي. يعني لو جالك واحد مفكر ان الاكسجين النشط مجرد حاجه سحريه هتحسنه، ده لازم علاج تكميلي، زي ما دكتور برضو طارق قال لنا انه احنا بنساعد بقى، انا في ظهر وانا اساسا دكتور المعالج انا اساسا استشاري واستاذ في كليه الطب، شغلتي الاساسيه هي علاج السكر. فكنت بعالج مرضى السكر الحقيقه كان بينقصنا الاكسجين النشط، لما بدانا ندخله مع العلاج اللي انا كنت بديه للمرضى الحقيقه ما شاء الله حاجه، بسم الله ما شاء الله، ده نجده من السماء، يعني ربنا سبحانه وتعالى مديها للانسان. بس ليه برضو رجاء للمرضى، ما تستناش لغايه ما الحاله تدور وبعد كده تجيلي، تعالي لي بدري. حتى لو جيت لي متاخر انا بكثف العلاج بتاعك عن خلال الاكسجين النشط. كل حاجه، كل الامراض الحقيقه من البدايه لو ابتديت افضل من ان انا انتظر لمرحله متاخره. بالظبط حضرتك. طب انا برضو بيشغلني قوي واحنا داخلين يا فندم على فصل الشتاء، وحضرتك عارف ان الحساسيه بتزيد اكتر في المرحله دي، وعلى كل المستويات بقى، يعني ومختلف الجنس، يعني رجل او امراه او سيده، فعايزين نشوف برضو علاج الاكسجين النشط بيدعم مرضى الحساسيه قد ايه. هو في ميزه جدا في الاكسجين النشط، دايما اي سواء مرض مناعي او مرض زي الالتهاب زي الحساسيه، زي ما احنا قلنا بيطلع حاجات زي السيتوكينز. السيتوكينز دي بتهيج الخلايا، بتبتدي يبقى فيه حساسيه، فيه احمرار، فيه الاكسجين النشط بيهبط ده، فبيخلي الجهاز المناعي يعيد تركيبه وترتيبه. في مضادات الاكسده زي ما الدكتور مجدي قال، مضادات الاكسده برضو بتقلل الالتهاب. لو في عندي حساسيه سواء في الجيوب الانفيه او الصدر، طبعا بالذات الجيوب الانفيه بيبقى احيانا فيها بكتيريا الانفكشن، الاكسجين النشط بكتيري سايدر، هو مدمر للبكتيريا. وحتى لو فطريات او فايرا. وكان في ابحاث في علاج الاكسجين النشط في علاج الكورونا، فلا شك ان الاكسجين النشط بيزود قدره الهيموجلوبين على انه يشيل الاكسجين زياده. يبقى انا عندي
تدفق الدم زاد، الاكسجين زاد، الحاجات الوسائط زي السيتوكينز قلت تماما، مضادات الاكسده موجوده، فبلاقي النتائج غايه في الروعه. ده مهم جدا. مهم جدا كمان بجانب العلاج الاكسجين، لازم انا كدكتور قلت يبقى عندي فكره عن المرض. يبقى واحد عنده مثلا برونكيال، يبقى خليه ما يخشش في الايام اللي فيها اتربه، الحاجات اللي بتهيج الصدر ده بندي برونكو دايليتور يعني مع العلاج. انا ابقى بشكل متوازي، ان انا عندي دكتور الخاص بالحساسيه والاكسجين ناشط هيدعم ده جدا وهيساعدني وهيحسن نتائج الادويه وهيقلل حتى الدوز اللي انا باخده. النتائج تبقى بجد مذهله. تمام. طب هستأذنكم نشوف برضو تقرير ونرجع نعلق عليه مع حضراتكم. نشوف التقرير ونرجع نتكلم تاني مع الأساتذة الدكاترة. كنت بعاني من حساسية الشعب الهوائية، وكانت بتضايقني قوي في دخول فصل الشتاء وأثناء الخريف عشان الغبار، فكنت باخد مضادات حيوية من نفسي أو بكشف أحيانا، وباخد موسعات للشعب الهوائية. وفي يوم من الأيام قاعد قدام تلفزيون سمعت دكتور بيتكلم على العلاج بالأوزون أو الأكسجين النشط، فبالفعل ما كدبتش خبر ووصلت مع الدكتور، والحمد لله ابتديت اخد الجلسات، وصلت للجلسه ال 12، وفضل من الله الحاله تحسنت بنسبه 80-85%، وشعرت بالتحسن ده من اول جلسه، وانا دلوقتي ببذل مجهود عادي جدا زي المجهود اللي كنت ببذله من 10-12 سنه، وفضل من الله الصحة جيدة، وربنا قبل كل شيء هو الشافي. فبنصح أي حد عنده مثلا بيعاني من أي التهابات، أي أمراض رئة، أي أمراض قولون، إنه ما يتراخاش ويتجه للعلاج بالأوزون ده أو الأكسجين النشط، وهو علاج فعال بأمر الله بالإضافة للعلاج المصاحب للعملية نفسها أصلا. كان عندي حساسية على الصدر وحبيت أجرب التجربة دي، بس الحمد لله خفيت عليها وعملت إشعة مقطعية على الصدر والحمد لله تمام، ما فيش أي حاجة. أي حد يعني عنده حساسية على الصدر يجي للدكتور وإن شاء الله يكون شفاء على إيده. كانت شوية حساسية على صدري، أخذت أول جلسة وتاني جلسة حسيت نفسي لأنه كويس تمام الحمد لله، يعرفنا كده ليه رابع جلسة النهاردة الحمد لله تمام، يعني صحة جيدة وتمام. بدروح نطلع السلم ونمشي ونصرح ونعمل بتاعنا، ما كنتش نقدر إيه ناخد نفسي، والحمد لله ربنا يوفق إن شاء الله. كنت بعاني من مرض الحساسية بقالي 25 سنة الحمد لله، والشكر والحمد لك يا رب. من خامس جلسة والحمد لله، وهذا من فضل ربي، الحمد والشكر لك يا رب. الجلسات بتاعة الأكسجين النشط الحمد لله، كأن بص صدري ولا يعني عايز صغير زي الطفل كده صراحة. يعني اسمي تائرة علي عمر، عمري 38 سنة. كنت أعاني من ضيق في النفس وحساسية، وكان عندي الكوليسترول مرتفع والضغط وداء السكر. سمعت على مركز بيور في المهندسين، وجيت أخذ جرعات الأكسجين النشط وعملت جلسات، وبدأت أحس تحسن من بداية الجلسات. أول شيء في النظر، استغنت عن النظارة فترة قصيرة مع الشمزيه كانت أستخدمها من قبل، والدكتور وقف لي علاجات الكوليسترول وعلاج الضغط كمان. السبب كان بسبب أنني أستخدم الجلسات الحمد لله. وأنصح أي مريض يعاني من أمراض مزمنة أو أمراض مش عارف لها إيش السبب، أنه يجي مركز كيو ويجرب الجلسات في الأكسجين ويشوف النتيجة اللي شفتيها أنا في هذا المركز. أنا شايفة حضرتك فرحان بردود الأفعال، وكل كل ما ببص لحضرتك والتقرير شغال ألاقيك يعني مبسوط وبتهز دماغك. لأن المريض هو مرايتي، هو اللي بيحسم القضية، مهما أنا قلت ده بيبقى هو الإجابة السريعة. أقول لك أنا حصل كذا، مفيش واحد هيبقى عيان ويطلع يقول أنا خفيت، فده مهم جدا. في الأمراض الحساسية زي ما احنا قلنا بالذات دور الأكسجين النشط مهم جدا، بيقلل
الهيستامينك رياكشن، حاجات زي في ماده اسمها الهيستامين بتطلع، السيتوكينز بتطلع، الحاجات دي بتعمل رياكشن عنيفه، تفاعلات رهيبه جدا تخلي فيه الحساسيه اللي انت شايفها، تخلي فيه البرونكوس بازم دي في الشعيبات الهوائيه. فمهم جدا احنا مضادات الاكسده بتزيد، المواد اللي بتسبب الحساسيه زي السيتوكينز والهيستامينز دي بتقل بدرجه كبيره، بيقلل الرياكشن بتاع المواد دي، بيحفز الجهاز المناعي انه يقلل الانفلاميشن، بيزود الهيموجلوبين انه يشيل اكسجين زياده. فطبعا بتبقى نتيجه زي ما انت شايفه. ما شاء الله ما شاء الله، ويعني ربنا يفرح حضرتك دايما بنتائج شغلك. الله يخليك. يعني ما شاء الله. الله يخليك. دكتور اسمح لي بقى ارجع تاني للامراض الخاصه بالجهاز المناعي. تمام. او الامراض المناعيه، لان دي متعدده ومختلفه وعلاجاتها بتبقى صعبه. بص حضرتك، خلينا نبدا اولا عشان نعرف نفهم الناس ايه الاوتو اميون ديزيز، امراض المناعه الذاتيه. في ناس كتير قوي فاهمه ان الامراض المناعه الذاتيه ان في نقص في جهاز المناعه او ارتفاع في جهاز، لا غير كده خالص. بيحصل فيه خلل في جهاز المناعه بيتجنن. انت عارف حضرتك الجهاز المناعي ربنا خلقه عشان يهاجم اي ميكروب اي غزو خارجي. فبيحصل له خلل بسبب حضرتك التلوث اللي موجود في البيئه بسبب امراض معينه، فبيبدا يهاجم تارجت اعضاء معينه. لو هاجم لي المفاصل يبقى روماتويد. حتى كمان مرض السكر من الاول ده مرض مناعي حضرتك لو تعرفي. فعلا؟ طبعا. انا اكسام مضاده مرض وراثي. لا لا لا، اكسام مضاده طالعه البيتا سيل تدمرها، خلاص خلصت الدنيا. فعشان كده دلوقتي في اتجاه ان احنا نقلل من خلال الاكسجين النشط، نعيد بيسموه موديوليتور. موديوليتور يعني ايه؟ تظبيط جهاز المناعه. الاول كنا ما كانش عندنا حل، كان كاستاذ بطنه كنا بندي للمريض ايه؟ كورتيزون عشان يظبط جهاز المناعه، فبالتالي يصاب بالسكر بالضغط، الامراض كلها تجيله، خلاص مناعته باظت. دلوقتي الاكسجين النشط بيعمل ايه؟ بموديوليت، بيرجع الامور لوضعها الطبيعي، بيظبط، بيعمل ريستارت تاني للمناعه، وبالتالي بينشط الجهاز المناعي ويرجعه لوضعه الطبيعي. أيوة. مرض الام اس حضرتك هو مرض خطير جدا، وكان من الامراض الصعبه جدا. أيوة. لانه بيستهدف حاجه اسمها مايلين شيت، اللي هو الغشاء المحيط بالعصب. أيوة. فحضرتك لما تستهدفيه بيحصل تلامس بين، لان السيجنال بتمشي خلال بيتعرى، الله ينور عليك، زي سلك كهرباء كده، بتشيل الجزء اللي هو البلاستيك، فبالتالي بيحصل فيه تلامس، فالمريض يشوف حاجه اتنين، يحصل له هجمات. فالحمد لله مع استخدام الاكسجين النشط الحقيقه بدا الاكسجين النشط يصلح الدنيا دي، يعمل هيلينج، يعمل التئام للغلاف ده من خلال ان هو بيحسن حاجه اسمها الجلايال سيل اللي هي بتعيد الوضع الطبيعي تاني. تمام. على العموم احنا برضو معانا تقرير هستاذن حضراتكم ان احنا نشوفه وبرضو نعلق عليه. تمام. نشوف التقرير ونرجع للدكاتره الافاضل اللي معانا. عندي بهاء وقلت دكتور، وخدت اكتر من جلسه، من الجلسه الرابعه بالظبط ابتدى في تحسن في الوش وفي البطن، ابتدى يتحسن، وفي حاجات تانية صغيره في بقيه جسمي بتتحسن برضو، ولسه مكملين يعني ان شاء الله. دي بنتي اي عزيزه علي وبحبها قوي، يعني مسكينه والله، كانت بتعاني هي من مرض روماتويد زي ما قالوا لنا الاطباء والساده الدكاتره، وخدت علاجات كثير جدا جدا جدا. خدنا جلسات، من اول 3-4 جلسات بدا التحسن الحمد لله. دلوقتي لها 5 جرعات، كانت بتاخذ جرعه كل اسبوع، لها 5 جرعات ما خدتهمش وما حصلش اي حاجه مع الاكسجين اللي هي بتاخده، والحمد لله يعني تحسن واضح، تحسن ملحوظ. انا اسمي عبد العظيم من المنيا، انا كان عندي ام اس وعندي العصب السابع، بس الحمد لله اخذت الجلسات فحبيت اجرب يعني، والحمد لله وصلت نسبه الشفاء عندي 95%. العصب السابع الحمد لله شفيت منه تماما. اللي كان عندي اعراض الام اس كنت خمول دايما وعدم توازن، وكنت ما اقدرش اعمل الاخراج ولا الحركه وكده، بس الحمد لله ده كله راح، وبس يعني ان شاء الله مكمله في الجلسات دي 8 جلسه، وان شاء الله من الجلسه 18 هكون خفت ان شاء الله. انا مريضه التصلب اللويحي الام اس من الدرجه الثانيه، وكل اللي فيها ان انا قعدت ادور على حاجه تريحني، فالصراحه قلت اجرب الاكسجين النشط، قالوا بيرفع المناعه، قلت اجرب حاجه تنفع ترفع المناعه يعني. فجيت صراحه من اول جلسه انا عن فرق معايا جامد يعني، انا كنت عندي عدم اتزان و
والإخراج بتاعي بايظ جدا، اضطرابات في المثانة، غير كده كمان ما كنتش بنام إلا على ظهري فقط. صراحة فرق معايا في التحكم في التبول والإخراج، وإن أنا بقيت أتقلب الحمد لله على جنب اليمين وجنب الشمال. وأنا بنصح كل واحد يجرب زي ما أنا جربت، صح من أحسن التجارب اللي أنا جربتها. أتمنى أن أنا أكون بوصل رسالة لكل مريض تصلب لويحي بعيني، لأن أنا فعلا عانيت من الـ MS جامد جدا. فأتمنى من كل واحد عانى منه أنه يجرب، مش هقوله لازم تروح، أنا أقوله تجرب وإن شاء الله هتنجح التجربة زي ما نجحت معايا، وإن شاء الله أنا مكملة عشان ان شاء الله استفيد واعرف اقدر اربي ولادي ولنفسي وحياتي، لان انا كانت حياتي واقفة والحمد لله على كل حال. ربنا يشفي كل مريض. والحقيقة انا شخصيا فرحانة بالنتائج العظيمة اللي المرضى بيتكلموا على اساسها. لفت نظري بعد اذنك يا دكتور حاجة، ان الاعمار السنية مختلفة، فهل الأكسجين النشط يساعد في علاج أمراض لمختلف الأعمار؟ طبعا بلا شك حضرتك، هي الميزة الكبرى للأكسجين النشط إيه؟ إن هو زيرو سايد إفكت، يعني ملوش أي أثار جانبية. فحضرتك ممكن تديه حتى للأطفال من 3 شهور لغاية حضرتك 95 سنة. ليه؟ لأنه أساسا بيشتغل على مستوى الخلية، بينشط الخلية. وبالتالي أنت حضرتك لما بتنشط الخلية وبتزودي التمثيل الغذائي بتاعها، كفائتها بترتفع، سواء كان عنده حضرتك مشاكل في المخ أو عنده مشاكل في تأخر في النطق، كل الحاجات دي بتسرع وبتخليه يرجع لوضعه الطبيعي بسرعة جدا. لكن أنا برضك عايز أقول كلمة حضرتك، هو أساسا مش معمول بس للناس اللي هم المرضى، ده هو أساسا معمول برضو كمان للأصحاء. في أصحاء كتيرة بيجي ياخدوا اكسجين نشط. يعني انا اجي لحضرتك في المركز في كيور كلينيك اقول لك من فضلك انا عايز اخد جلسه من غير ما يكون عندي امراض؟ بتكون عندك اي امراض؟ طب اقول لك يعني على اساس ارهاق تعب بالظبط، حضرتك النظر بتاعك بدا يضعف، كل الامور دي كلها، ده بينشط انتي ايجينج. انتي ايجينج كانه فيتامين انتي اوكس. الله ينور عليك، ايوه كده. اكسجين اكنك بتاخدي حاجه انتي اوكسيدنت، مكملات غذائيه. فبالتالي بتحسي من اول جلسه ان حضرتك الامور بدات تتحسن، بيمشي وينشط وبيتحرك وبيرجع. هو الفيدباك زي ما ساعات الدكتور قال، بنفرح احنا لما نلاقي المرضى بداوا يقولوا لنا ده احنا خلاص، يعني كانوا في الاول مترددين، اول ما ياخدوا جلسه في الثانيه خلاص ماشي معاكي ولازم ياخد الاكسجين بصفه مستمره. ما شاء الله. حضرتك برضو من الحاجات اللي انت مبسوط بان حققت نتائج حلوه في الامراض المناعيه تحديدا الام اس، وكانت الاخت بتتكلم لان اصل الام اس ده مرض خبيث، مرض يعني خبيث جدا وسلوكه محير. يعني مره تلاقي واحد عيان عايش بيه 10 15 سنه عادي وفجاه يطير بيه، يحطه بقى في حاجات عدم حركه، ما يعني ما ممكن يبقى المرض مستكين وساكت وعلى غفله يخش. اللي هو بيبقى منه كذا نوع. ميزه الاكسجين النشط هو لما بيخش الدم بينقسم بيروكسيد واكسجين. بيروكسيد بيعمل ميكتشر في الدم، خليط بيعيد بناء الخليه زي ما قال الدكتور مجدي. انا ممتنه جدا لوجودكم وبشكركم جدا، والحقيقه يعني فخوره بوجودكم معايا واستفدت من حضراتكم جدا. اكيد كل اللي بيشوفونا استفادوا، وشكرا لكيور كلينيك لانها بتقدم خدمه عظيمه جدا في شكل جديد من اشكال العلاجات، واتمنى تكونوا معانا مره تانية. ممكن اكيد طبعا. اكيد طبعا، احنا سعداء بحضرتك واتمنى نكون معاك مره واثنين وثلاثه عشان نبسط الامور للناس، لان ده علاج حديث او مستحدث لازم معظم الناس تستفيد منه. ان شاء الله. ميرسي جدا.